تفتخر قناة اليمن الفضائية بكوادرها المبدعين، ومن بينهم المهندس الأستاذ محمد العفيفي الذي قدم الكثير من الاختراعات والإبداعات في مجاله الهندسي. إلى التفاصيل. الإنسان اليمني طبعه دائما التحدي والإبداع وعدم الوقوف عند حد ما، قصص كثيرة لنجاح المبدع اليمني. ومؤخرا وبسبب انقطاع الكهرباء نتيجة العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، ونظرا لحاجة الناس إلى بدائل للطاقة بأقل كلفة خاصة مع دخول فصل الشتاء، فكر كثير من مخترعي بلادنا بإيجاد ابتكارات تعمل على سد كثير من احتياجات المواطنين في مجال الطاقة، كان آخرها ابتكار العفيفي للسخان بالطاقة الشمسية بأقل كلفة وأقل جهد. طبعا هو تحويل جهاز السخان من 220 فولت إلى 12 فولت، أي يشتغل على الطاقة الشمسية. السخان لا يحتاج تسليك من جديد ولا يحتاج سباكة، هو نفسه السخان الموجود في البيت، كل ما هنالك انه هو يوصل الى لوح سولار بقدرة فيه هناك 300 واط وفي 150 واط، و150 حيكون سهل عليه وفي نفس الوقت حيشغله يوصل ماء مريح، يعني ما في شيء تسليك، كله هناك انه يربطه الى وحدة الطاقة الشمسية، بعد ما يرتبط الى وحدة الطاقة الشمسية يتوصل في نفس القصيب حق الخزان اللي هو على الجهد الكهربائي جهد الشركة، هذا بدل جهد الشركة تسحب الجهد حق الشركة وتدي له جهد السولار حق الطاقة الشمسية، يعني سهل جدا جدا، كل ما هنالك ان احنا نشيل القلب تبع السخان 220 ونحطه على جنب وندي له قلب 12 فولت يشتغل على الطاقة الشمسية، وعندما ترجع الكهرباء لو اشتي يعاود يرجع على الكهرباء يغير يرد حقه الأول وهذا يسحبه، ما في صعوبة جدا ومن السهل جدا، وفي حماية لازمة لو حصل شورت لو حصل أي حاجة، يعني مريح جدا ومأمون في حالة شورت انه يتغسل وهو واصل في الطاقة الشمسية، ما فيش أي أضرار. ما يميز ابتكار السخان بالطاقة الشمسية بهذه الطريقة للمخترع محمد علي العفيفي هو أنها لا تحتاج إلى مصانع جديدة، وإنما بإمكان المواطن الحصول على الابتكار بنفسه. أبرز اختراعاتي الأوتو سكريبت وجهاز وقاية العيون من الإشعاع الكاثودي وجهاز الشاشة المضيئة في السماء اللي هي لوحة إعلانات وجهاز عفيفي بيجر هاوس وجهاز الحالات النفسية والعصبية عن بعد، وهذا اللي أخذت عنهم معي شهادة براءة، لأن يعني اختراعاتي أكثر من 30 اختراع، حاصل على 4 براءات وفي براءات قادمة إن شاء الله. فاليمنيين أذكياء والحمد لله احنا قادرين ننتج، بس الرأس المال الوطني هو اللي يدعمنا. وصول المخترع العفيفي لهذا الابتكار لم يرى النور إلا حين وجد من يمول فكرة اختراعه وابتكاره، وشاهد الحال أن كثيرا من اختراعات شبابنا تضيع لعدم وجود من يمولها. المهندس محمد علي العفيفي الذي كان له الدور الأكبر والبارز في المساعدة بإنتاج هذا المنتج السخان الشمسي، وهذا بصراحة ما عجز عنه الكثيرون، فقد تواصلنا عبر قنوات عدة وعبر مصانع عالمية لحل مشكلة التسخين بالطاقة الشمسية ولكن دون جدوى، ولكن بفضل الله أحد العقول اليمانية كان عنده الجواب الشافي، لهذا نحن نعتز ونفتخر بمثل هذه العقول داخل اليمن. العفيفي له الكثير من الاختراعات والابتكارات التي اعترفت بها مؤسسات دولية ذات صلة وأعلنت تبنيها لإخراج هذه المشاريع إلى النور.